معنى اوعى على البيانو والموسيقى والحياة الموسيقية في مصر، وانا شايف اسمها سواء كانت بتلعب ولا بيقابلها في الكونسرفتوار. هي كان عندها ايمان فيا وانا كنت حاسة بده، فكان مشجعني وكان مخليني عايزة اعمل حاجة. وده بعد كده تطور العلاقة، بقت علاقة بنت ومامتها. الاخلاص بتاعها في التدريس ملوش علاقة ان دي عندها شغلانة بتعملها او دي مهنة، هي دي حياتها، البيانو الموسيقى وتلامذتها. انا كنت احب دايما اقدم الاعمال الجديدة للمصريين عشان يعني انشر الموسيقى المصرية. هي فعلا علمتني يعني ايه روح الموسيقى وازاي المس روح الانسان عن طريق الموسيقى. دكتورة مارسيل على مدار السنين هو ما خدتش حقها كفاية الحقيقة. جالنا تليفون يقولوا لنا الحق ولازم تروحوا تشوفوا الاوبرا بتتحرق. نزلنا جري ولقيناها فعلا مولعة خالص. تاريخ مصر رأي التاريخ والثقافة المصرية والموسيقى سنوات من الفن.